السلام عليكم ورحمة الله متتبعين الكرام، متتبعي صفحة أثاث مستقبل الألماء. أول حاجة نبدأ فيها فيما يخص السعر. السعر إحنا نخدمه بكل شفافية، السعر تلقيه مكتوب في المنشور ونهضروا عليه في الآخر تاع الفيديو. اللي حاب هكذا يعرف السعر بلا ما يشوف الفيديو رانا كاتبينه في المنشور. كما راكم تشوفوا اليوم ورشة أثاث مستقبل الألماء جابت لكم موديل تحفة، موديل جديد، موديل على غير العادة، موديل الفراشة البيضاء. كما راكم تشوفوا فيها موديل جديد، موديل قلت لكم حصري فقط عند ورشة أثاث مستقبل الألماء. موديل هذا أول مرة تشوفوه. بعد ما درتوا نظرة شاملة وعامة على موديل الفراشة البيضاء نبدأ لكم بالشرح. كما راكم تشوفوا فيه الموديل هذا كامل مخدوم أون بواروج، خدمة صحيحة متينة نقية نظيفة ما شاء الله. فيها ثلاث ابواب كما راكم تشوفوا فيها، ماهيش كات بورت هذه وماهيش سي بورت، هذه تروا بورت كوليسونس. كما راكم تشوفوا تفتح بالطريقه هذه. ليزيطاجير اللي فيها سبعه، الخدمه الكاركاس تاعها كامل اون بواروج، لا فينيسيون تاعها ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيها، خدمه قلت لكم نظيفه وصحيحه. لي بورت تاعها كما قلنا لكم يتفتحوا بهذه الطريقه. كما راكم تشوف لي بورت تاعها هنا الباب تاع النص كما راكم تشوفوا هذه تروا بورت، موديل جديد قلت لكم موديل تحفه. فيها لي تيروار تاعها اونغليسيير، لي تيروار تاعها اونغليسيير، الجليسيير تاعها خفيفه ريشه كما راكم تشوفوا فيها. الطول تاعها 1.40 متر، ارتفاع كالعاده 1.20 متر، العرض 60 سنتيمتر. وكما قلت لكم الخدمة تاعها بيان فيني اون بواروج، لا فينيسيون تاعها علامة كما راكم تشوفوا فيها. نروحو دوكا لاكوافيز تاعها، لاكوافيز تاعها ستيل فراشة كما راكم تشوفوا، الميروار تاعها فراشة كما راكم تشوفوا فيها تحفة روعة علامة ستيل بيرو. فيها بورتو فرون هنا وفيها تروا تيروار اونغليسير، لي تيروار تاعها كامل اونغليسير كما راكم تشوفوا فيهم. فيها انا الكوفر هذا كما راكم تشوفوا، الميروار كما قلت لكم وشفتوه فراشه فراشه، ما عندناوش راح نزيدو من كلمه فراشه. نروحو دوكا طابل دونوي، طابل دونوي كما راكم تشوفوا فيها ثاني ما شاء الله كبيره وعريضه. التيروار كالعاده اونغليسير، خدمه نظيفه، الكركاس كامل حطب، لا فينيسيون تاعها ما شاء الله. دوكا نروحو للسرير تاعها، السرير تاعها كما راكم تشوفوا فيه ثاني فراشه، جاي في كابيتوناج في الكري تاعو، خدمة نظيفة نقية نظيفة ما شاء الله تحفة روعة. طول السرير هذا 1.90 متر، العرض 1.60 متر، الواجهة تاعو خليناها بيضة كما راكم تشوفوا فيها بالموتيف، نظيفة ثاني خدمة نقية ما شاء الله. نروحو فيما يخص السعر تاع لاشومبر، السعر تاع لاشومبر هذي راح يكون 13 مليون و800. 13 مليون و800 كما عودناكم وديما وكما ولفناكم السومي الماطلة والكرسي هذو ديما من عندنا مع لاشومبر ب 13 مليون و800. يبقى لكم النقل حسب البعد والتركيب مجاني. تحبوا تجوا تزوروا تشوفوا لاشومبر هذي قدام عينيكم مرحبا بكم في اي وقت. تحبوا تتصلوا بنا ارقام الهاتف كما راكم تشوفوا فيهم ثاني، تحبوا الثاني تدخلوا صفحات تاعنا ما عليكم وتكتبوا اثاث مستقبل العلمة، وزيارتكم تشرفنا ومرحبا بكم في أي وقت، والسلام عليكم.